السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامج مدرس لكل طالب في حلقة اللغة الإنجليزية. معاكم طاهر منصور، وبنرحب بولادنا النهاردة يمنى وأحمد، طلاب الصف الثالث الثانوي، وهنناقش مع بعض يونت 3 الوحدة رقم 3. يونت 3 من يونتس مهمة جدا جدا في منهجنا، وبيتكلم درس الريدنج بتاعها. الجزء الأولى بتبقى عن The History of Paper، تاريخ الورق. هنعرف إزاي الورق تم استخدامه وتاريخ استخدامه على مر السنين. يقول إني in ancient Egypt، في مصر القديمة، people used the type of tall grass، استخدموا المصريين القدماء type، نوع من النبات الطويل called papyrus. أحمد، يعني papyrus؟ ورق. ورق البردي. مع يمنى، papyrus هو ورق البردي اللي استخدموا ancient Egyptians، المصريين القدماء. It grew in the Nile Valley، كان بينمو في النيل فالي، في الوادي، في وادي النيل. And people used it for writing and drawing on، استخدموا الناس في الكتابة والرسم عليه. Before people could use it، قبل ما الناس تستخدمه، they soaked the leaves، كانوا بينقعوا، soak ينقع، يسيب الورق في مية لفترة طويلة، the leaves of the grass، كانوا بيسيبوا ورق الشجر أو ورق النبات دوت في الواتر، في المية، pressed them، وبيضغطوه together مع بعضه، and dried them، وكمان كانوا بيجففوه in the sun، في الشمس. يعني دي كمان طريقة استخدام ورق البردي. بيقول إني معايا هنا the Chinese made the first paper، استخدم الصينيين الورق لأول مرة 2000 years ago، منذ 2000 سنة. In the 8th century، في القرن الثامن، Arab travelers who traded with مهم جدا يا يمنى كلمة traded with، trade التجارة، traded with اللي تجروا معه، يبقى بيقول إني التجار العرب أو الرحال العرب اللي traded with China، اللي كانوا بيسافروا ويعملوا تجارة مع الصين، عملوا إيه؟ العرب من زمان معروف عنهم الذكاء، learned how to make it too، استخدموا كمان أو هم اتعلموا كمان إزاي يستخدموه. At first، في البداية، paper was very expensive، الورق كان غالي جدا بطبعه، because people made it from cotton، معناها cotton القطن طبعا، الناس كانت بتستخدم الورق أو بتعمل ورق من القطن، فعشان كده كان غالي. But later، ولكن فيما بعد، it was made from wood، كان بيستخدم من الشجر. And so، ولذلك، it became much cheaper، أصبح cheaper. يعني إيه cheaper؟ جاي من cheap، رخيص، أيوة، cheaper بقى أرخص. To make paper، هنا بيتكلمني بقى يمنى عن إزاي عشان نعمل ورق، people broke the wood into small pieces، الناس كانت بتقطع الخشب لـ small pieces، لقطع صغيرة، which is mixed with chemicals. يعني إيه mix يا يمنى؟ mix معناها يخلط، mix معناها يخلط. فهنا بيقول لي they mixed with chemicals، chemicals هي يا أحمد المواد الكيميائية، برافو. And then bleached، and then bleached، الفعل bleach من الأفعال المهمة جدا في اليونت، bleach to make something white، to make something white يعني عشان يبيض الشيء أو علشان يخلوه أبيض، علشان يخلوا الخشب ده أبيض كانوا بيحطوا له chemicals أو مواد كيميائية. They then removed the water، وكانوا بيشيلوا منه مية from the mixture، mixture طبعا اللي هو الخليط اللي هم عملوه. The mixture passes through hot rollers، كانوا بيعدوا الخليط دوت من مدرات كده أو بكر من الخشب، to produce continuous pieces of dry paper، علشان يمسكوا يعملوا ورق طويل. عارف انت موضوع المكنة طلعت قماش بالضبط، بالضبط كده كانوا بيخلوا الخشب يبقى في النهاية ورق. Every year، وكل سنة، we cut down millions of trees، كل سنة بنقطع الكثير أو الملايين من الأشجار، to make new paper، عشان نشتغل أو عشان نعمل ورق جديد، وده طبعا كان بيهدد البيئة تهديد كبير جدا. طيب، بيقولي fortunately، لحسن الحظ، من الكلمات المهمة fortunately، luckily، لحسن حظنا، the type of trees، نوع الشجرة، that gives us the best wood from making paper، اللي بتدي أحسن نوع يا ولاد من الورق، مالها اللي كان بيحصل فيها، grows very quickly، بتنمو أو بتكبر بسرعة، فطبعا ده كان بيعوض قطع الأشجار. But you can also recycle، من الكلمات المهمة أحمد، recycle معناها إعادة تدوير، برافو عليك، إعادة تدوير أو إعادة استخدام. هنا recycle من الكلمات المهمة جدا، هي إعادة استخدام، to reuse، عشان تستخدم الشيء مرة أخرى. recycle old paper، كنا بنقدر أو بنقدر نستخدم يا يمنى الورق ده مرة تانية، recycle يعني نعيد استخدام. بيقولي we make most of today's newspapers and magazines، بنقدر نعمل من أو الكتير من الجرايد والمجلات دلوقتي من recycled paper، من الورق معادل الاستخدام ده مهم جدا، ان اعاده الاستخدام دي بتوفر ورق كتير جدا وبتحافظ على البيئه.
بيقول إني for hundreds of years من مئات الأعوام we have also used an enormous amount of paper to produce books. مهم جدا استخدمنا على مر السنين الكثير أو العديد بشكل كبير جدا كميات هائلة من الورق لصناعة الكتب الكبيرة. طب إيه الحل؟ بيقول لي كده especially very large books like encyclopedias, وخصوصا الكتب الكبيرة زي encyclopedias. تفتكر يومنا encyclopedia معناها إيه؟ أحمد انسايكلوبيديا معناها كلمة جديدة جدا بالنسبة لكم. انسايكلوبيديا يعني موسوعة. انسايكلوبيديا معناها موسوعة, ودي طبعا تبقى a group of books كده مجموعة من الكتب أو collection of books collected together, مجموعة من الكتب متجمعة مع بعض, فطبعا بتستهلك ورق كتير جدا. طب نعمل ايه؟ Now you can read encyclopedias and other books on e-books. الحل هو هنا احنا نقدر نقرأ دلوقتي الموسوعات على كتب او الكتب الكبيره على الاي بوكس. اي بوكس اللي هو اللي احنا بنعمله حالا ده الالكترونيك بوكس, الكتب الالكترونيه. الاي بوكس معناها الكتب الالكترونيه, وطبعا ده مهم جدا. and you can read books online on websites such as. هنا هنعرف حاجه مهمه جدا من النظام او تحديث النظام التعليمي في مصر, ان احنا هنقرا الكتب بعد كده من على خلال موقع مهم جدا اسمه The Egyptian Knowledge Bank او EKB اللي هو بنك المعرفة المصري اللي بيستند عليه النظام الحديث في التعليم. Some people think that soon everybody will have a computer or a phone and we will have a computer or a phone. We will get all our information from the internet. كل الناس دلوقتي هتبقى عندها كمبيوتر وانترنت وده هيبقى مصدرنا يا احمد في المعلومات. Really they believe that we won't need libraries. احنا مش هنقدر نستخدم libraries المكتبات that paper or books and that paper books will become part of history. وبيقول ان كمان الجزء ده او الكتابة او الكتب الورقية دي هتبقى جزء من التاريخ. وكده نبقى غطينا الreading text. بعد الفاصل هنتطرق لموضوع الجرامر مهم جدا, انتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل. عندنا النهاردة درس جرامر مهم جدا في يونت 3. يونت 3 بيتكلم درس الجرامر عن the future time, المستقبل. المستقبل عندنا انواع. اول نوع عندنا النهاردة بنتكلم عن the future sample. يعني ايه future sample يا احمد؟ المستقبل البسيط. اوكي, المستقبل البسيط بيكون من ايه؟ ايه هي اول معالم او اشكال يا يمنى المستقبل البسيط؟ هنستخدم في الاول subject فاعل plus will plus infinitive. ده المين فورم, ده الشكل الرئيسي للفيوتشر سامبل. الفيوتشر سامبل المستقبل البسيط. اول حاجه النهارده انا عايز اعرف امتى في الاختيارات احط خط تحت will. ايه اللي يخليني اختار يا يمنى will في الجمله؟ لما اشوف اي معنى, لما اشوف اي معنى في الجمله, لما الجمله تبقى معناها ايه استخدم will. رقم واحد, قال لي هنقدر نستخدم will للتعبير عن quick decisions. quick decisions هو الباب لو خبط دلوقتي مين هيفتح؟ احمد. وانت بتفتح الباب هتقول لي I will open the door. I will open the door. يبقى I will open the door ده عبارة عن quick decision. quick decision اللي هو decision I will open the door, القرار اللي انت خدته من غير تجهيز. القرار اللي احنا بناخده من غير تجهيز. قاعد حضرتك مع حد في ريستوران والويتر بيقول لك what would you like to have, تحب تاخد ايه؟ قلت له I will have fish and rice. I will have fish and rice. ده قرار سريع. someone is talking او التليفون بيرن, هقول له I will answer. I will answer. يبقى هنستخدم I will open the door مع will الاول في اول حاجة قرار سريع او quick decision او قرار سريع. طيب امتى استخدم will برضو ومصدر الفعل؟ قال لما نجي نستخدم عن fact in the future, حقيقة في المستقبل. لما اقول لك he will be 18 next week, هيبقى عنده 18 سنة الاسبوع الجاي او القادم. هنا معناها احنا بنعبر عن future fact, حقيقة في المستقبل. يبقى هنا fact. اقدر استخدم كمان will للتعبير عن prediction تنبؤ. وخلي بالنا دي منها مهمة قوي لان هيبقى معنا ده prediction without evidence, التنبؤ بدون دليل. خلي بالنا علشان هنتكلم عن التنبؤ دوت بشكل كبير شوية. هنا نستخدم predict. لما اقول لك I predict, انا بتنبأ that علي
will succeed. هنا يا احمد التنبؤ دوت هل قائم على دليل؟ هل انا شفت دليل علشان كده قلت علي will succeed؟ لا، انا معتمد على predict يا يمنى، معتمد على الفعل predict اللي هو هنستخدمه هنا، يبقى prediction without evidence، التنبؤ بدون دليل. بتنبؤ بايه؟ بدون دليل. طيب خلي بالنا بقى، اقدر كمان استخدم present simple للتعبير عن request و offer. request و offer، عرض وطلب. ازاي اعمل مثلا request؟ قولي لي يومنا كده، تقدري تقولي لي ازاي تعملي عرض او تعملي طلب؟ will help me. ايوه will ها will you help me. برافو برافو عليكي. will you help me، ده بنقول عليه request، ده طلب. اوكي طب لو انا عايز اعمل offer يا احمد، هقول انا بعرض عليك، هقول لك ايه؟ I will help you. I will help you. طب ده عبارة عن offer، يبقى انا اقدر استخدم حتى الان will للتعبير عن quick decision، قرار سريع. هي prediction with evidence، prediction with evidence تنبؤ بدون دليل، وكمان في request to offer، في request و offer. اقدر استخدم ال will للتعبير عن ايه كمان؟ للتعبير عن ايه كمان؟ اقدر استخدم will للتعبير عن حالة if الاولى، او استخدم في الحالة الاولى لقاعدة if. احمد ممكن تفكرني بالتكوين الحالة الاولى من قاعدة if؟ if present simple will والمصدر. برافو، if present simple will ومصدر الفعل. احنا استخدمنا ايه؟ will فين؟ في ال first conditional. زي ايه لما اقول لك if you، طبعا ان شاء الله، if you study hard، مثال اللي بنحبه كلنا، if you study hard يا يمنى، لو بتذاكري بجد you will succeed. طب ده عبارة عن ايه؟ ده تنبؤ او توقع ان if you study hard you will ان شاء الله كلكم succeed، كلكم ان شاء الله هتنجحوا. طيب اقدر كمان استخدم will مع time conjunctions، مع الروابط الزمنية. ايه الروابط الزمنية؟ الروابط الزمنية زي after او before او while او when، او ممكن استخدم كمان until و as soon as. اقول لك مثلا as soon as I arrive، بمجرد ما اوصل I will I'll call you، هتصل بيك. as soon as I arrive، بمجرد ما اوصل I'll call you، هتصل بيك. طيب في بعض الكلمات اللي بنشوفها بنعرف ان احنا نستخدم will بنسبة كبيرة جدا، بنسبة كبيرة جدا. زي ايه؟ تعالوا كده نغشش بعض الكلمات المهمة. expect يتوقع، predict يتنبأ، soon قريبا او عاجلا، certain متأكد، sure برضو متأكد، or او ولك study hard ذاكر بجد، or you want to get the full mark وإلا مش هتاخد الدرجة النهائية. فبرضو بستخدم or، expect، predict، soon، certain، sure، or او think يعتقد، او ممكن كمان استخدم probably، probably وكلمات اللي بتعبر عن التأكد هقدر استخدمها للتعبير عن will ومصدر الفعل. يبقى لو الحالات ديت اللي اقدر اشوف فيها will ومصدر الفعل واحط تحتها خط في الامتحان باذن الله تعالى. طب الشكل الثاني للفيوتشر سامبل، اهم شكل بعد will، اهم شكل بعد will، تفتكر اسمه ايه يا احمد؟ ثاني شكل بعد will ومصدر الفعل متعودين نقول اما will او احنا متوقعين نقول will او كنا بنستخدم am او is او are he going to و infinitive. الشكل دوت مشهور بالنسبة لنا يومنا صح؟ معايا؟ الشكل دوت بنستخدمه كتير. طيب النهاردة ما عايز اعرف امتى استخدم going to، امتى استخدم going to مصدر الفعل. لو انا عندي جملة امتى احط خط تحت going to؟ في حالتين مهمين جدا، في حالتين مهمين جدا. اولا لما يكون في evidence، لما يكون في دليل. ايوه خلي بالك، فاكر يا احمد من شويه لما قلنا will بتستخدم مع prediction without evidence؟ كنا بنقول will بتستخدم للتعبير عن تنبؤ بدون دليل، بتنبؤ بدون دليل. طب لما يبقى في دليل هنستخدم going to. مثال مشهور جدا بيقول لي the sky is dark، السماء مغيمه. طب ده دليل على احتمال حدوث شيء صح؟ مش تاكد. ده يا احمد دليل على ان it is
going to rain. طب هل انا متاكد كده ان الدنيا هتمطر؟ هاي يمنا؟ تمام. ليه؟ لان يقول the sky is dark، الدنيا مغيمه، it's going to rain، ممكن تمطر. ده دليل على احتمال حدوث الفعل، دليل على احتمال حدوث الفعل. طيب اقدر كمان استخدم going to للتعبير عن تخطيط او نيه او قرار مسبق. انا قررت ان انا ازور عمي، ولكن لسه ما عملتش اي اجراء، ما عملتش اي اجراء، ولسه ما اتصلتش بعمي قلت له، فانا هنا عندي نيه مسبقه، عندي نيه مسبقه او تخطيط مسبق. فهقول ايه؟ هقول I am going to visit my uncle. ده معناه يا احمد ان انا لسه ما اتصلتش بعمي قلت له، اوكي يمنا؟ ما اتصلتش بعمي قلت له ان انا هزوره. I'm going to visit my uncle. يبقى اقدر استخدم going to للتعبير عن فعل هيحصل او تنبؤ بحدوث فعل. بس انا شايف دليل عليه، شايف دليل عليه، شفت بصيت البلكونه السماء مغيمه، فاقول لك it's going to rain. It's going to rain. طيب هنا لو انا رايح لعمي ولسه ما اتصلتش بيه بس في تخطيط مسبق او نيه مسبقه، فاستخدم I'm going to visit my uncle. طيب ثالث شكل من اشكال الفيوتشر سمبل، مش جديد علينا واستخدمناه قبل كده، هو التكوين بتاع البريزنت كونتينيوس، تكوين زمن المضارع المستمر. نفتكره مع بعض، تكوين المضارع المستمر كنا بنستخدم am او is او are والverb plus ing. ده زي ما قلنا من شويه تكوين زمن البريزنت كونتينيوس، تكوين المضارع المستمر. طيب هقدر استخدم المضارع المستمر للتعبير عن ايه يوم؟ هقدر استخدمه for a completed plan. يعني ايه completed plan؟ هستخدمه للتعبير عن خطه كامله. لما تكون الخطه كملت بالنسبه لي، انا عملت اجراءات، عملت اجراءاتي للخطه وبدات انفذها. طب لما اقول لك مثلا يا احمد I have got the tickets، انا حجزت التذاكر او جبت التذاكر اليوم، مش ده معناه ان انا كده عملت اجراءاتي؟ اوكي عملت اجراءاتي، I have got the tickets، انا جبت التذاكر. يبقى هقول لك كده ايه؟ تمام كده، هقول لك الله ينور عليك، هنستخدم I got the tickets، انا جبت التذاكر. ف I am traveling to Paris. طب ليه استخدمت am و is و are و verb plus ing يا يمنا؟ لان هنا الخطة كاملة، ده انا راجل جبت التذاكر، جبت الايه؟ التذاكر. طيب شكل مهم جدا من اشكال present simple، بستخدم present simple للتعبير عن future simple، الورع البسيط بستخدمه للتعبير عن المستقبل. قال لي ايوه، من خلال ايه؟ من خلال fixed time tables. fixed time tables يعني جدول مواعيد ثابت، جدول مواعيد ثابت. لو انا عندي جدول مواعيد ثابت في جدول، اقدر استخدمه للتعبير عن فيوتشر. زي ايه؟ ايه هي الاماكن اللي بتعمل حسب جدول مواعيد؟ السينما، المسرح، التلفزيون، المطار، السكه الحديد، دي اماكن بتعمل حسب جدول مواعيد، فاقدر استخدم الفيوتشر بالنسبه لها باستخدام present simple. مثلا اتصلت بالمطار بسأل عن ميعاد الطائرة إلى لندن، الطائرة إلى لندن. طيب هيقول لي الريسبشنست، موظف الاستقبال، هيقول لي إيه؟ هيقول لي the plane to London، the plane to London takes off، takes off at 10. طيب هو مثلا 10 دي لسه ما جاتش، الساعة 10 لسه ما جاتش. طب ليه استخدم البريزنت سامبل؟ قال لي إن ده جدول مواعيد ثابت، ده جدول مواعيد ثابت فين؟ في المستقبل. يعني ده ميعاد الطياره، ميعاد ما اقدرش اتحكم فيه، ميعاد ما اقدرش اتحكم فيه. طيب في حاجه مهمه جدا جدا بقى لازم ننقلها، هي ان الفيوتشر فيه نوع تاني منه او النوع التاني في المستقبل اللي هو الفيوتشر كونتينيوس، الفيوتشر المستمر. المستقبل المستمر هيتكون من فاعل will be والverb plus ing، وده مهم جدا جدا يا احمد عشان يعبر لي ان الاكشن هتبقى مستمره، الفعل هيبقى مستمر في وقت معين في المستقبل. طب ازاي؟ اقدر اقول لك يومنا today او tomorrow، morning بكره الصبح، ده وقت في المستقبل. اوكي بكره الصبح اللي هيبقى شغال I'll be watching TV، هكون بتفرج على التلفزيون، هكون بتفرج على التلفزيون. طيب الشكل اللي بعد كده الثالث للمستقبل اللي هو the future perfect، عايزين نقف عند ده شويه. الفيوتشر بيرفكت المستقبل التام هو
الفعل اللي هيحصل قبل وقت معين في المستقبل. خلي بالنا بقى الفعل ده انا محدد الوقت اللي انا هعمله قبليه. دايما بنستخدمه في مشاريع المقاولات بيقول ان المشروع ده هيحصل او هيتم قبل يناير 2020. قبل يناير 2020 ده معناه يا احمد ان هيحصل في يناير 2020 ولا اي وقت قبليه؟ اه طيب هنستخدم subject will have will past participle او التصريف الثالث. For example اقول لك the government الحكومة the government will have finished this project هتبقى خلصت المشروع ده by 2020 قبل سنة 2020 قبل سنة 2020. مهم جدا نركز في أجزاء أو أنواع الفيوتشر المستقبل أيا كان المستقبل البسيط والفيوتشر كونتينوس والفيوتشر بيرفكت. بإذن الله تعالى بنبدأ إن شاء الله من الحلقة اللي جاية نتابع حلقات بريزنر أوف زندا سجين زندا اللي هنستمتع بيها كلنا مع أولادنا وإن شاء الله تعالى هناخد فيها الحلقة الثانية أو الفصل الثاني من بريزنر أوف زندا. في بريزنر أوف زندا لازم تبقى مركز إن شاء الله تعالى في تشابتر 1 وتراجع تشابتر 1 وتوصل لحلقتنا على يوتيوب بتاع بريزنر أوف زندا وتشوفها وتعمل لنا تعليق وتشوف إحنا قلنا إيه فيها وحضرتك حفظت الأحداث ولا لسه ونتشرف بيك وإن شاء الله تعالى التفوق والنجاح هو نصيب كل طالب بيتابع مدرس لكل طالب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم طاهر منصور.